السلام عليكم. وعليكم السلام. معلش يا شيخ مصطفى، الخط قطع. معلش تفضل يا لو جيت حبيبي. اسالك على التوم دلوقتي، زكاة الزروع. أقول لك 7 قراريط توم إنتاجها لا يبلغ النصاب، ومسألة ايوه إخراج الزكاة عن الثوم فيها بعض الخلاف بين العلماء. إلى يرى الجمهور تمام. إخراج الزكاة عن الثوم، يدخلون في طيب الخضروات. طيب يا شيخنا، لو مثلا انا مثلا عندي لكن تاجرت مسألة فيها فدان خلاف يعني. وزرعت إيه؟ ثوم، هل نعم يجمع لي نصاب زكاة؟ نعم اتأجرت فدان وزرعت ثوم، هل يكون عليه زكاة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذا خاضع لمسألة زكاة الخضروات والمتمثلة في الخضروات والفواكه عموما، هل الثوم يدخل فيها ولا يدخل؟ لكن أناقش مسألة زكاة الخضروات. كلمة الخضروات لا تقف على البرتقال والاستفندي والفجل عموما، الخضروات عموما. من العلماء من قال ليس في الخضروات زكاة، ليس في الخضروات زكاة، واستدل هذا القائل بالآتي ذكره. أولا، الحديث ليس في الخضروات زكاة، لكنه من ناحية التحرير حديث ضعيف. ثانيا، أن النبي لما أرسل معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ زكاة من 5 أصناف، لكن المتعقب يقول لم ينهاه عن أخذ ما عن أخذ غيرها. ثالثا، استدل المانعون الذين يقولون لا زكاة في الخضروات حديث ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، وقال الخضروات لا توسق. هذه بعض أدلة القائلين ليس في الخضروات زكاة، وهم الجمهور. لكن ذهب الأحناف إلى أن الخضروات فيها زكاة، طبعا تشمل البصل وتشمل الثوم وتشمل البرتقال وتشمل المانجو وتشمل كل هذا. للآتي ذكره، قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. قوله تعالى: والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كل من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. والرمان من الفواكه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر فعم. فالأحوط لك في دينك أن تخرج الزكاة. بارك الله فيك. مع أن هذا كلام خلاف المالكية، خلاف الجمهور، لكن عليه الأحناف وأدلتهم أوضح وأحوط في الدين. بارك الله فيك. وفيك.